في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. أشهى من العسل، أشهى من العسل، أشهى من العسل، أشهى من العسل. وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي. فكان أشهى من العسل، 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 أشهى من العسل. وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي. فكان أشهى من العسل. مساء الخير مشاهدي قناة الطريق في كل مكان، اهلا بكم وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم اشهى من العسل. موضوع حلقتنا اليوم عن تأمل يوحنا 21. معانا في حلقة اليوم الاستاذ الاكريريكي بشوي القمص ابراهيم. اهلا وسهلا استاذ بشوي، وعايزين نقرا الاصحاح الاول بعد كده نتأمل فيه. تمام اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، روح القدس الواحد امين. بعد هذا انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح 21. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوام، ومثنئيل الذي من قنا الجليل، وابناي زبدة، واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب أتصيد. قال له: نذهب نحن أيضا معك. فخرج ودخل السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع، وهم يقرون السمك في الأرض. نظروا جمرا موضوعا وسمكا عليها وخبزا. قال يسوع: الآن. فصعد سمك وجذب الشبكة إلى الأرض، ممتلأ سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يكثر أحد من التلاميذ أن يسألوا: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك،
لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى آية ميتة كان مزمعا لمجد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني، فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء، وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له؟ قال له يسوع إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فزع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يكن له يسوع أنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسأل الكتب المكتوبة. والمجد لله دائما أبديا أمين. يمكن قبل الحلقة كنا بنتأمل في الإصحاح ده ولفت انتباهي دلوقتي حاجة جديدة، إنه عندما رأى يسوع فلبس لأنه كان عريانا. تمام، جميلة لما نشوف الرب يسوع كده وإحنا عريانين كل حاجة فينا، ونلاقي نفسنا مش قادرين اصلا نبص عليه. ازاي اصلا نتقابل مع ربنا واحنا يعني احنا قدام ربنا واحنا عارفين احنا ايه بالظبط، او احنا عملنا ايه؟ عملنا مشاكل كتير في حياتنا، عملنا بالبلدي كده مصايب قوي، فخايف من الرب يشوفني او من الرب ازاي اواجهه، فارمي نفسي في البحر. فخلينا نتامل كده. حلو جدا. هي في الواقع في الحادثه دي في حادثه شبيهه ليها بالظبط حصلت قبل كده، ان هو لما السيد له المجد دخل السفينه وكان برضه بطرس، بس كان بطرس في مرحله ايمانيه مبتدئه، فقال له كلمه حلوه خالص، قال له اخرج من سفينتي يا رب لاني انسان خاطئ. وده الانسان في الحياه الروحيه المبتدئه دايما ربنا بالنسبه له في الحاله البدائيه الاولى ان هو لا بيحاول يبعد عن ربنا، لكن في المرحله دي نلاقي ان بطرس رمى نفسه في الميه وطلع يجري علشان يلتجئ للرب نفسه، ودي المرحله الثانيه في الايمان ان هو خلاص بدا يختبر. فاول ما تيجي عليا الخطيه وقوتها اجري التجئ لمين؟ اجري التجئ للرب نفسه. فهنا مقارنه حلوه ما بين بطرس في الحاله الاولى في الاصحاحات قبل كده قال له لا اخرج من سفينتي يا رب لاني انسان خاطئ. هو الانسان في بدايه مراحله الروحيه يحس كده ان لما يخطئ لا هو ربنا بعيد عنه او ما يستحملش، لكن دايما كده الاباء يعلموا ان المراحل الروحيه المتقدمه نجري برضه هنخطئ، بس نلتجئ لربنا اول ما نخطئ. فهو لما رمى نفسه في الميه عشان يوصل بسرعه، لو تأملنا فيها روحيا هو طلع يجري علشان يقترب من السيد له المجد، ودي تعتبر مرحلة متقدمة لبطرس. او دايما كان معروف عنه ان هو شوية عنده غيرة روحية، هو اول واحد يتكلم، اول واحد يدافع عن ربنا، اول واحد يجري عليه لما يكون في مرحلة الخطر. ودي يمكن نتعلم منها، لو اي يعني ما فيش رأي معلمنا يوحنا برضو يقول ان كلنا لا نخطئ فنحن نضل انفسنا، كلنا اخطاء، لكن الشاطر فينا هو اللي اول ما يخطئ يجري بسرعه يلتجئ لربنا يعني. تمام. جميل برضو لما يقول لهم يعني افضل تعبانه طول اليوم بصطاد ومش لاقي سمك وافضل اتعب وادور هنا اقول يمكن الاقي سمك هنا، يمكن الاقي سمك هنا، يمكن الاقي سمك هنا، ونفضل احنا في حياتنا العمليه ايضا الان بنفضل ندور على شغل وبنفضل نتعب ونجري ونسعى واحنا مش حاطين ربنا في طريقنا، مش حاطين ربنا في حياتنا بالزبط. لكن يجي يقول لهم ايه؟ اصطادوا من هنا، انا بقول لكم خدوا من هنا. بالظبط. في الواقع في الاصحاح ده يا كارولين يعني رساله قويه جدا للخدام. الرساله للخدام يعني معلمنا بطرس كان في مرحلة تكريس معينة، لو نفتكر من 3 سنين بالزمن بتاعهم يعني انه من 3 سنين السيد له المجد لقاه كده فقال بطرس اتبعني وسيب الشباك وهجعلك صياد للناس. فلما السيد له المجد اتصلب فبطرس كخادم بدأ يحصل له نوع من الشك، طب هو قال لي هصطاد ناس، لا اصطادنا سمك ولا اصطادنا ناس، طب انا في مرحلة تكريس ومكرس كل وقتي لربنا لكن شايف ان شغلي شوية متأثر. فبدأ بطرس يقول لا احنا نسيب من الموضوع ده ومن الخدمة، فخد حتى الصح ده يقول كده خد 6 تاني معاه وقال لا احنا نشوف اكل عيشنا بقى، يعني نروح كده نرجع تاني نتصيد، هلوبا نتصيد ونشوف كده اكل عيشنا. فربنا حب يديله درس من خلال الاصحاح ان هو هيلاقي سيده، كأنه
هو اللي قاصد ان ما يديش بركه روحيه للشغل، لان هدفك يا بطرس انك تصطاد الناس، مش انت ما تخافش على مستقبلك، ما تخافش على شغلك، لان هدفك اللي انا حاططه لك والخطه او التدبير بتاعك انك تصطاد الناس. فراح وحاول يصطاد او يتصيد، مفيش خالص، مفيش اي نتيجه الا لما ربنا او لما ربنا ظهر زي ما هنا كده ليصطادوا سمك، وتعتبر دي حاله من عدم الفهم اللي معلمنا بطرس، يعني ان هو يسيب الكرازه وييأس، يحصل له نوع من اليأس ويروح يبتدي يدور على اكل عيشه زي ما بيقولوا. لا، انت ربنا معدك للكرازه، وربنا عامل لك اعداد للتبشير وللكرازه وللخدمه، فما تخافش. انت ايه اللي يخليك تخاف؟ كتير من الخدام يقولوا طب انا هستفاد ايه لما انا اخدم؟ طب ايه المشكله؟ ايه المقابل؟ او ايه المقابل؟ عايش او ازاي بالظبط؟ او عايش ازاي؟ هو يعني احنا في ايماننا نؤمن ان الله هو اللي زي ما بيقود طيور السماء، الله هو الرازق ومعطي جميع الخيرات. فهو معلمنا بطرس برضو اختبار ايماني جديد ليه، ان هو برضو لسه مازال في مدرسة المسيح، لسه بيتعلم، يعني برضو كل الدروس اللي فاتت لسه معلمنا بطرس الشخصية في التكوين لازم يديله درس. والاصحاح 21 من رسالة معلمنا يوحنا فيها دروس حلوة جدا، لو شفنا ازاي ربنا اتعامل مع بطرس لما يقول له كده تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. لما هو يصطاد شيئا يعني ما اصطادش سمك، والسمك هنا يا كارولين ليه معاني كتير، يعني السمك هنا يشير للمسيح، السمك يشير للمؤمنين للمسيحيين، يشير ازاي للمسيح؟ كلمة سمكة في اليوناني هي بالظبط اسمها اخسوس او اخسس بالظبط، كل حرف من الكلمة في اليوناني لها معنى، يعني اخسس الالف هي اسوس، خريستوس، ثيوس، ايوس، بمعنى المسيح ابن الله المخلص. فكلمة سمكة في اللغة اليونانية اللي هي اخسس، كل حرف من اخسس يشير لحرف من لقب من القاب السيد المسيح، اسوس، خريستوس، سيوس، ايوس. فهو لما بيقول تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، فغياب السمك هنا معناه غياب المسيح. فأي مؤمن هيحس في يوم من الايام ان في غياب للسمر او غياب للسمك، ده هو معناه هو غياب تام للمسيح او العلاقة بالمسيح. ده بالنسبة لموضوع بطرس في ان هو بدأ يضعف ايمانيا، يرجع لشغلته الاولى، ينسى الكرازة، ينسى هدفه الاساسي. فربنا حب يديله درس من خلال صحيح 21 ان انت كخادم انت ما تخافش، حتى لما خرجوا لقوا ان ربنا، يعني لسه هنشوف يمكن شوية في الاصحاح، هو بنفسه عامل لهم وليمة، هو بنفسه عامل لهم الطعام، وعايز يقول لهم انت اخدم وما تقولش هم لا تعمله للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. جميل قوي التعامل استاذ بشوي، بس خلينا برضو ناخد جزء تاني. لما قال لهم روحوا هنا اصطادوا السمك، عندما يأمر الرب بالطريق المحدد يأتي منه الخيرات الغير يعني لا حصر لها. وتلاقي نفسك متعجب، ايه انت ازاي يا رب بتعمل معايا كده وانا عصيتك؟ انت ازاي اصلا بتحبني كده؟ انت ازاي قريب مني وحاسس احتياج كده؟ فعندما يأمر الرب تأتي الخيرات الغير يعني محدودة بقى او غير التي لا حصر. هو في الواقع هو قال لهم القوا الشبكة في الجانب الايمن، ذكر كلمة الايمن، طب ليه ما قالش الايسر مثلا، او مثلا ارموا الشباك وخلاص. هو هنا يمكن تكون صورة رمزية او تفسير رمزي، الجانب الايمن ان هو الاتجاه الصحيح، ما ترميش الشبكة غير على رأيك لما يأمر الرب في المكان الصح. يعني الله عاوزه يلقي الشبكة في مكان مظبوط، الله عاوزك كخادم تخدم في مكان معين، الله عاوزك كإنسان تتجه لمكان معين. يعني دايما كده يقولوا ان لما استخدم ربنا كلمة الجانب الايمن ما سابهمش عشوائي، لان الله ليه اهداف محددة، عشان كده قال لهم القوا الشباك في الجانب الايمن، علشان يقول لهم ان لا، ان الله
امر بطريق معين بصوره معينه لازم هم كخدام يعني اصحاح 21 ده كله غالبا دروس يعني كل كلمه فيه هو ربنا كان جاي مخصوص او الظهور ده مخصوص علشان يدي دروس قويه او يتمم العمل الكرازي مع الخدام. وبالمناسبه مش المخدومين بس اللي محتاجين لخدمه، يعني ربنا دايما يفتقد الخدام، يعني دايما يقولوا كده على الكتاب المقدس ان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين، فيقولوا ان في حد يصل للمخدوم والحد الاخر يصل للخادم، يعني حتى الواحد وهو بيوعظ تلاقي كلمه ربنا تتعامل معاه كخادم وتتعامل مع المخدوم. فهو ده دايما اسلوب ربنا انه هو اب للكل وخادم للكل حتى الخدام في الكراز. تمام. ولما خرجوا الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه خبزا، وقال لهم يسوع قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذا الكثرة لم تتخرج الشبكة. فقال لهم يسوع هلموا تغدوا. ولم يكسر أحدا من التلاميذ أن يسأله من أنت إذا كانوا يعلمون إنه الرب. جميل قوي إن الرب يعني بعد تعبهم وبعد شقائهم عمل طول اليوم يقول لهم إيه يلا بقى تعالوا اتغدوا. تمام. هو في الواقع هنا الجمر ده فكر معلمنا بطرس بحادثة قديمة بالنسبة له، نفس المكان اللي أنكر فيه وكان بيصطلي، وكان الكتاب بيقول انه كان جالس يصطلي، نفس المكان اللي الله عاده الى مرتبته للخدمة مرة اخرى، وكان ربنا بيفكره بيقول له انت شفت أنكرتني برضو بجانب حاجة زي شبيهة بكده، يعني من فترة انت أنكرت، لكن النهاردة هو يوم المصالحة يعني. فهو ان هو لقى المسيح كمان عامل لهم سمك، يعني ده معناه مش ان هو بس يتغدوا بس، الموضوع مش غدا يعني. الموضوع ان هو يفهمهم ان انت اخدم وانا اعولك، يعني انت برضو اهتم بالروحيات والجسديات انا اهتم بيها. وده طبعا الطباع دي مش غريبة عن السيد له المجد، يعني المسيح دايما كان يقوله كده ان طباعه كانت رقيقة جدا، سواء في التعامل سواء في كان يقابل اي حد، كان شخصية جذابة جدا حتى للاطفال. يعني دايما نعرف ان الشخص اللي بيحب الاطفال او الاطفال يحبوه يبقى شخصية يا مرحة يا مبتسمة، وده يدينا نظرة عن الديانة المسيحية الحقيقية او المؤمن الحقيقي، مش هو الشخص المعقد، مش هو الشخص اللي شوية مداوز زي ما بيقولوا، لا، هو الانسان المؤمن الحقيقي هو شخص محبوب ومحب وبسيط وتظهر فيه سمات المسيح. ايه هي سمات المسيح؟ هي السمات دي اللي هو بيحضر لهم اكل ياكله، يجي يتكلم بذوقيات، يجي يتعامل مع المرأة السامرية حد انسان رقيق المشاعر، يجي يتعامل مع المرأة الخاطية كده، يتعامل مع اللص كده، يتعامل مع الكبار مع الصغار. هو ده شخص المسيح او المؤمن الحقيقي اللي هو عنده نوع من الرقة في التعامل، عنده نوع من الأدبيات في السلوك. هو ده مش حاجة جديدة على شخصية السيد المسيح له المجد يعني. ولما بيقول 153 سمكة، يعني هنا برضو اشمعنى رقم 153 سمكة، وان كان لها رموز كتير وتفسيرات كتير، بس التفسير البسيط ليها يعني ان رقم 153 ده يشير للكنيسة، لانه هدف المسيح لا سمك ولا شبكة ولا كل ده، هدف المسيح كله ان يقول لنا السمك يرمز للمؤمنين. زي ما قلنا الكلمة اليونانية اخسس هي اول حرف من كل حاجة، ايسوس خريستوس سيوس ايوس المسيح ابن الله، يعني عايز يقول كده ان انا همي كله هو الكرازة، همي كله هو المؤمنين، همي كله. انا متخيل كده منظر الرسل وهم جارين الشباك وطالعين، هم شايفينه سمك لكن هو المسيح شايفه مؤمنين او شايفه كرازة او شايف كده المستقبل، ان هم دول الرسل اللي هيصطادوا من انحاء العالم وهيدوله في الاخر المؤمنين في الشبكة الروحية. يعني شوف المسيح له نظرة والرسل يمكن كان لسه لهم نظرة مختلفة، لكن هو هدف المسيح كله هو البشارة والكرازة، وهدفه كله مش موضوع سمك لكن عشان يديهم دروس روحية وان السمك ده يرمز للمؤمنين. فربنا يشبع مش انه يتغدى مع التلاميذ، يشبع ان يكون في صيد سمين في الشباك، ربنا يشبع ويفرح ان يكون في مؤمنين حقيقيين اتوا ليه في الكرازة وفي الخدمة. تمام. ظهر يسوع لتلاميذه بعد ما قام من الأموات، وبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا
أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فقال له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك. قال له ارعى خراف. قال أيضا ثانيا يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك. قال له ارعى غنم. قال ثالثا يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال ثلاثة مرات أتحبني. فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. قال له ارعى غنم. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تمشي. أتحبني تمام. فجميلة قوي إن إحنا برضو نعلم جميعا إننا نحب الرب، ولكن الرب أنا أعتقد إن هو بيضحك على تصرفاتنا أو أعمالنا التي لا تعبر عن حبنا لي. أتحبني؟ آه أنا بحبك يا رب. إزاي؟ مين ما بيحبش ربنا؟ طب أيوة أنت بتعمل لي إيه؟ بتفرحني إزاي؟ يعني خدمتك إزاي؟ حياتك إزاي؟ فأعتقد إن أتحبني دي كلمة عتاب أو كلمة تنبيه، وبتنبهنا احنا كمان لما بنيجي نرى الاصحاح ده. تمام. هو على المستوى الشخصي لمعلمنا بطرس دي كانت رساله موجهه لي بصوره شخصيه. والدليل على كده لو رجعنا لنص الكتاب المقدس في اللغه اليونانيه اللغه بتاعته للعهد الجديد، هنلاقي ان السيد له المجد استخدم اتحبني، الكلمه في اليوناني اغابي اول مره، وحب الاغابي هو الحب اللي يدي بلا مقابل. فالسيد له المجد قال له يا بطرس اغابي او اتحبني حب الاغابي، فأجاب بطرس قال له أنت تعلم إن أحبك، بس مش بالأغابي بتاعت السيد له المجد، بكلمة فيلو في اليوناني. ففي فرق بين حب الأغابي وحب الفيلو. حب الفيلو شوية أقل من الأغابي، يعني الحب العادي اللي هو الطبيعي، لكن حب الأغابي هو الحب اللي يشابه حب المسيح على الصليب لينا يعني. فالسيد له المجد لما قال له أتحبني بصيغة أغابي، فهو رد بصيغة الفيلو بكل تواضع، يعني إنه حب أقل شوية طبعا من حبه. فعاد مرة تانية قال له أتحبني برضو بصيغة الأغابي. تالت مرة راح السيد له المجد استخدم صيغة الفيلو، كأن الحب قل، أو عاوز يقول له أنت يعني الحب قد كده بتاعك قليل. يقول كده الكتاب فحزن بطرس، لأن هو استخدم له أو اتك على نقطة كده، إن هو عاوز يقول له إن شوف أنا حبيتك وسامحت وحبيتك وسامحت، لكن هل أنت ما وصلتش للمرحلة اللي فيها الحب الأغابي؟ فحزن بطرس. وده على فكرة في نص الكتاب في اللغة اليوناني هتلاقيه مستخدم في أول مرة أغابي، تاني مرة أغابي رد عليه بفيلو، تالت مرة هو استخدم السيد له المجد أتحبني بصيغة الفيلو اللي هي أقل شوية من الأغابي، فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني. وده درس شخصي لمعلمنا بطرس، لأنه زي ما قلنا الإصحاح ده غالبا اللي انا شايفه من اصحاح 21 هو كان رساله خاصه كله او معظمه للخدمه ولمعلمنا بطرس. لكن على المستوى العام بتاعنا احنا كمؤمنين، اتحبني طبعا هو اي انسان يعرف المسيح لازم يكون محب. المحبه التي بدونها لا ترون الله، دايما كده يقولوا الفضيله الوحيده اللي هتفضل في السماء بعد الموت هي المحبه، لان هناك في فضائل ايه؟ هنا بتدي الفقراء، هناك مفيش فقراء، هنا بتزور المرضى، هناك مفيش مرضى، هنا بتعمل فضائل معينه بتخدم الناس، هناك هتخدم مين؟ لكن الفضيله الوحيده اللي هتبقى حتى في الملكوت هي فضيله المحبه، هي اللي ركز عليها معلمنا بطرس. ان كنت بعمل جميع الاعمال، ان كنت بنقل الجبال، لكن ليس لي محبه، كل الكلام ده لا يساوي شيء. فالنهارده ربنا بيقول لكل انسان مؤمن أتحبني؟ ده سؤال يعني أنا شايف إن هو إجابته عند كل واحد. هو بقى شايف رب بحبك ولا مش بحبك؟ طب أيوه بحبك، بتعمل إيه عشان دليل الحب؟ دايماً كده الحب يقولوا عليه أفعال يعني مش كلام. فهو أنت بتعمل إيه عشان بتحب ربنا؟ السؤال ده موجه لكل المؤمنين، أتحبني؟ زي ما إذا كان موجه لمعلمنا بطرس بصورة خاصة، لكن موجه لكل المؤمنين بصورة عامة، يعني ان هو ربنا بيقول لهم أتحبني، والإجابة تتوقف على كل واحد منا يعني. تمام. من أول آية 18 بقى محتاجين تفسير شديد شوية. حاسة ان في كلكع جامد قوي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حادثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء.
محتاجين تفسير. هو في المستوى الرمزي للتفسير ان احنا محتاجين خبرات الـ 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 الاباء الروحيه كتير، يعني محتاجين ان احنا نكون مطيعين لابائنا، محتاجين نكون مطيعين لارشاداتهم الروحيه. لكن على المستوى الفعلي دي كانت نبوءه عن ان معلمنا بطرس هيستشهد، ان هو هيروح روما وهيحصل له نوع من الاستشهاد وهيقيدوه وهيحصل له. حتى هو هنا فهم معلمنا بطرس، هنلاحظ ان هو فهم النبوءه دي عليه هو. لو مشيت شويه يا كارولين في الاصحاح، قال هذا مشيرا الى ايه تميتة مزمع أن يمجد الله، أن يمجد الله بها. فهو فهم، يعني هو هنا فهم أن الله. وحاجة يعني لذيذة جدا في الإصحاح ده أن هو معلمنا بطرس عارف هيموت إزاي، فهو عاوز يعرف معلمنا يوحنا هيموت إزاي. طب أنت مالك بالموضوع؟ يعني حتى هنا تلاقي ربنا نفسه قال له وأنت مالك، يعني بالعربي كده أنت مالك. ليه قال له أنت مالك؟ عايز يقول أن الله ليه خطة لكل إنسان. ده هيستشهد، ده هيروح السماء بموضوع معين، ده بالخدمة، ده هيروح السماء بمرض معين، ده هيعمل. الله مد صليب لكل إنسان غير التاني، غير التاني بس نهايته واحدة. بس المهم السماء، يعني هو الهدف الطبيعي من كل ده إن يروح السماء. فهنا حاجة يعني تقريها وتضحك شوية من الموضوع، ان هو لما بيقول له مشيرا لأي ميتة مزمع ان يموت، خلاص معلومة بطرس ان يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني، فالتفت بطرس ونظر التمييز الذي كان يسوع يحبه ويتبعه هو ايضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له، وهذا ما له. فقال له يسوع ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فبماذا لك؟ اتبعني انت. يعني هو بيقول له خليك انت معايا. هو وهذا ما له يعني ايه؟ يعني بيقول له طب يا رب وده هيموت ازاي؟ يعني هو بيقول له انت هتموت كذا، قال له طب وده ويوحنا؟ فربنا قال له انت انا لو عاوز اخليه لغايه ما اجي المجيء الثاني انت مالك بيه. عاوز يقول له يعني انت ليك صليب، انت ليك خطه، انت ليك طريق معين. واحنا كمؤمنين حلو ان الواحد يشيل صليبه ويبقى شاكر، يعني دي حاجه حلوه. ما يبصش يقول طب وفلان ده كذا، طب وفلان ده كذا. النهارده ربنا بيقول له يعني انت مالك، بمعنى صح انا مد صليب لكل واحد ومد طريق لكل واحد. المهم المحصله النهائيه هي السماء. فلو كملت شويه في الاصحاح اتبعني انت، فزع هذا القول بين الاخوه انه لن يموت، ان ذلك التلميذ لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت، بل ان كان ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك. تمام، هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب بهذا، ونعلم ان شهادته حق، واشياء اخرى كثيره صنعها يسوع. ان تمام. كتبت واحده فليست اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبه. في قصه حلوه حصلت مع معلمنا بطرس، بس دي يذكرها التاريخ والتقليد الكنسي، يعني ان هو لما راح روما يستشهد فخاف برضه، يعني لسه برضه الموضوع كان معاه، فجه هرب من روما. فهو رايح بره المدينه كده فقابل السيد له المجد داخل، السيد المسيح داخل. فقصة بتقول ان بطرس ساله قال له انت رايح فين يا رب؟ قال له انا رايح اصلب مكانك. فقال له لا خلاص انا هرجع تاني. يعني برضو شوفي يعني اللي عجبني في الاصحاح ده وفي تعامل الله معانا، انه برضو يفضل معانا حتى لو احنا خدام، بس برضو الله يفضل يعالج الضعفات، يعالج الضعفات، يعالج الضعفات. زي كده قصة يونان، يهرب يونان يروح له يجيب له شوية هواء ما يرجعش، يجيب له شوية مية في السفينة ما يرجعش، يجيب له حوت بقى ما ملاش حل تاني، برضو يفضل معاه. فده يدل على رعاية الله للخدام. آخر جملة ختم بها الإصحاح إنها لو كتبت واحدة فلست أظن إن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. طبعا هو في واحد يسأل يقول طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه لو كتبنا عادي، لو كتبنا معجزات مثلا مليون معجزة نجيب لها مليون كتاب عادي يعني. فهنا الاتساع بمعنى الاتساع الفكري، يعني مش الاتساع اللي هو مش هنلاقي كتب نكتب يعني مش هنلاقي كتير، لا هو الاتساع الفكري والمعنوي. يعني هنا عاوز يقول ان دي حاجات، شوفوا المعجزات عظيمه ازاي، شوفوا ربنا كان بيتعامل ازاي. لو احنا كتبنا التاملات والاتساع الفكري مش هيسع يعني كتب العالم كله، عشان في كتير من الخدام او من الناس تفتكر في الايه دي بالذات ان هو بيقول الكتب يعني مش هنعرف نسحها المعجزات في كتب يعني. فهنا ده معناه الاتساع الفكري او الاتساع المعنوي يعني. ده بالنسبه
للإصحاح. للإصحاح بالضبط. تمام. هل يوجد تفسيرات أخرى بالضبط يعني سبناها؟ هو ممكن في البداية بس أحب أقول حاجة حلوة جدا. أظهر يسوع نفسه، أظهر يسوع نفسه بأول كلمة جات يوحنا 21. وبمناسبة ان احنا لسه خارجين من عيد الميلاد بيقول كده عظيم سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فانا كان في حاجة يعني عايز اقولها، ان ظهور الله في الجسد، الهدف الاساسي من ظهوره في الجسد هو ازالة الفوارق، او ان احنا بالظبط انه يزيل الفارق الزمني بين الحياة اللي عايشينها والابدية. وبعد تجسد المسيح كأننا بالضبط ابتدينا نعيش في أولى خطوات الأبدية، يعني كأننا ابتدينا نتذوق الأبدية وإحنا هنا. عشان كده السيد المسيح له المجد قال لأن ملكوت الله داخلكم. داخلنا يعني إيه؟ يعني نقدر من هنا نتذوق الأبدية. الناس اللي مستنية تقول طب السماء فيها إيه؟ طب هنروح نعمل إيه؟ طب هيبقى حياتنا إزاي؟ لا، أنت تقدر من هنا تتذوق البداية أو تتذوق الحياة الأبدية بتجسد المسيح. فيبتدي كده يقول أظهر يسوع نفسه حيث يعلن الله عن ذاته في ابنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره. وكلمة رسم جوهره في اللغة اليونانية هي كاريكاتير، بالضبط زي لما تشوف أفلام الكاريكاتير تشوف الصورة زي الحقيقة بالضبط، بس تحس كده ان هي ايه يعني بالكاريكاتير كده. فالله اظهر يسوع نفسه من خلال تجسده واحنا في الايام التاليه لعيد الميلاد ده، يعني ممكن يكون تامل حلو لينا خالص ان الحياه الابديه صارت واقع، وان التجسد ده اعاد خلق لطبيعه الانسان. يعني في كتير من الناس فهمة يمكن مفهوم التجسد غلط. لو سألت مثلا اي حد قلت له ليه تجسد المسيح، هتكون الاجابة ايه؟ هتكون الاجابة ان يعني في شوية افكار احنا يمكن من خلال هنا انا نفسي يعني اوضحها، او نفسي الناس تبقى مقتنعة بيها. لو سألت اي حد قلت له ليه تجسد المسيح، هيقولك ان العدل والرحمة والعدل تعارض مع الرحمة. في الواقع النظرية دي ملهاش اي يعني صحة ابائية خالص، يعني الاباء كلهم ما جابوش سيرة ان العدل تعارض مع الرحمة، لان صفات الله ما فيهاش العدل والرحمة، لكن ما فيش حاجة اسمها العدل تعارض، العدل يقول كذا فالرحمة تقول له لا، العدل يقول يحكم عليه بالموت علشان كده والخطية غير محدودة فيجي يقولوا كده، ان احنا كده بنكبر من حجم الخطية، بنخلي الخطية غير محدودة. لكن النظرية دي غلط جدا. طب الله ليه تجسد؟ يعني السؤال يمكن نستغله من أظهر يسوع نفسه. الله تجسد علشان يعيد خلق الطبيعة مرة أخرى، لأنه لو كان ربنا سامح الإنسان من السماء، طب الإنسان هيخطئ تاني، ما هو كان ممكن ربنا يقول له خلاص مسامحك لو أخطأ آدم، فربنا يقول له خلاص يعني الموضوع ما فيش مشكلة، هيروح يخطئ تاني ونفضل يخطئ ويسامح يخطئ ويسامح. ما كانش في حل غير أن الله يتجسد ويعيد الطبيعة مرة أخرى، يعمل إعادة خلق للطبيعة مرة أخرى. يمكن يعني أنا حابب أن أوضح الفكرة علشان بس لما الناس تبقى مقتنعة ليه ربنا تجسد، طب ما كان ممكن يسامح من فوق خلاص، يعني هي شغلانة ما مش عارف إيه. لا، هو الموضوع كله أن الله عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد عشان يعيد خلق الإنسان مرة أخرى، يعمل له إعادة تجديد للطبيعة، يخليها طبيعة تنتصر على الخطية، يخليه طبيعة مؤهلة للسماء، يخليه طبيعة مؤهلة للملكوت. عشان كده لما السيد المسيح له المجد اجتمع بتلاميذه وشكر، كان أول حاجة عملها ان هو شكر، شكر بمعنى انه بيشكر الآب السماوي على الحالة اللي الإنسان وصل ليها. هي دي الحالة اللي كان نفسي آدم وحواء يكونوا فيها، هو ده الشكر الرائع، وهي دي تجديد الطبيعة اللي حصل للإنسان. عشان كده لما يقول أظهر يسوع نفسه وهو كان الظهور له بالتجسد. تمام كده؟ كده الإصحاح. كده الإصحاح. كده في حاجة تانية الإصحاح. ميرسي جدا. مشاهدي قناة الطريق، هنطلع فاصل ومكملين معاكم. بس قبل ما نطلع فاصل بشكر الأستاذ الإكريريكي بشوي القمص إبراهيم على وجودك معانا وتعبناك. معفو. كويس إنه أنت طيب. وهنطلع فاصل ومكملين معاكم.
معاكم مرة أخرى مع فكرة الشعر. معايا كرولوس فتحي. أهلا وسهلا كرولوس. شعر بقى. أنت عامل قصص شعر وقصايد جميلة جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، فعايزين كده نتعرف على كرولوس. أنت ابتديت تكتب من امتى؟ يعني من 2007 تقريبا، فول الكلية بالظبط. وجات الفكرة ازاي او ايه اللي خلاك تكتب؟ بصي، هو يعني اكيد الموهبة من زمان يعني، بس انا ما خرجتهاش. بس لما كنت في السكن كان معايا واحد من هنا بيقول مواويل وكده، فانا حبيت السمع بتاعه يعني، حبيت الكلام اللي بيقوله. كلام موزون، كلام صعيدي، تحس ان هو طالع من القلب، فانا حبيت الموضوع ده. ف اول ما كان الفيس لسه معمول جديد عملت اكونت ساعات عليه، بدات اكتب بوستات كده صغيره. لقيت الناس كده بتشجعني ولايك وكومنت، لا انت مفروض تكتب، لا انت مفروض تقرا كويس، لا دي غلط، لا دي صح، مش عارف ايه. الموضوع زاد معايا. بعد ما زاد بقيت فعلا اقرا، بقيت اقرا للبابا، بقيت اقرا لل اسمع لهشام جخ الناس دي يعني. بعد كله قعدت اكتب قصايد. اي نعم كانت يعني مش اللي هي مش القصايد البرفكت، لا قصايد يعني عادية لسه واحد مبتدئ، بس كان فينا برضو ناس بتشجعني، كان فينا برضو ناس بتتريق يعني. بس ف لقيت الناس بتمل من الـ من الـ من القراية. لا قلت لازم اغير. كنت بسمع في ناس كان بتيجي تسجل ترنيم وتسجل قصايد وموسيقى والكلام ده كله، فلقيت الموضوع ده شغلني جدا يعني، بقى الفيس كل حياتي. يعني بالنسبة لي انا اول ما اصحى من النوم اشوف يعني لما اجي اتضايق، لما اجي مثلا اتضايق اكتب، اكتب مثلا انا متضايق مثلا اكتب، بس ايه اخرجها عن طريق مشاعر وقافية ووزن ومش عارف. مع ان الشعر اصلا مش شرط ان هو يبقى قافية ووزن. الشعر جاية من كلمة مشاعر. يعني تقريبا الناس كلها شعر، طالما الانسان بيحس يبقى اكيد شعر. بس الفرق بين واحد وواحد ان ده بيخرج الكلام، بحس ان اللي قدامي لما يجي يسمعني تمام، انت فعلا انت كده بتقول كلام جوايا. في ناس انا انت كده بتقول كلام جوايا، انا كده كلام محسوس. مش كلام مش بس مفهوم. فاكتشفت ساعتها ان الموسيقى مع الاداء الصوتي بيأثر اكتر، غير لما انا مثلا اكتب حاجه تمام واحد يجي يقراها فمش هيحس بيها. لكن لما اجي انا مثلا اقول القصيده ومعاها موسيقى ومعاها شويه صور كده حلوين هيتاثر بيها اكتر. تمام. الفكره كانت معايا، بس طبعا كنت لسه في كليه ما كنتش بشتغل، فكانت التكلفه مش معايا اصلا. فقلت لا انا خلاص قررت، صممت يعني. بس في الاوضه عندي في البيت قفلت الباب وسجلت كان برنامج كده صوت ظبطت بيه الساوند، موسيقى من على اليوتيوب، موف ميكر، حاجات بسيطه جدا. طلعت قصيده، اول قصيده كانت ليا اسمها ما تسمح ليش. تمام. عجبت الناس جدا جدا يعني. انا الحمد لله ربنا رزقني بشويه ناس يعني، فعلا ربنا يبارك لهم يعني. شجعوك وقالوا لك كمل. شجعوني جدا. كان في مواقع كتير جدا على الفيس، على النت اصلا، من غير ذكر اسماء يعني، فنشرت القصائد بتاعتي. القصيده ما تسمحليش دي بالذات من كتر ما عجبت الناس، في ناس اخذتها وقلدتها وزودت عليها كلمات وكده. الموضوع على قد ما ضايقني على قد ما فرحني ان انا بقيت كويس. تمام. نسمع قصيده. خلاص اوكي. في قصيده اسمها حكايه مسجون. اوكي انا حابب اسمعها. طيب نسمع قصيده حكايه مسجون. دي عباره عن فيديو. ماشي اوكي. هتتعرض دلوقتي. تمام. بس قبل ما هم يجهزوها يعني، او لحد ما هم يجهزوها. خلاص اوكي. خلينا نقول كده كرولوس انت منين؟ بتخدم في كنيسه ايه؟ وانا حاليا مش بخدم اصلا، مش بخدم. لان انا طبعا كنيستي. بتحضر كنيستي؟ في كنيسة مار جرجس في جرجة.
فكرت تعرض على يعني تخدم عن طريق القصايد دي وتعرض او كده؟ الفيس لما ناس من البلد عندي سمعوا الفيس وكده وشافوني طلبوا مني، بس الكلام ده زمان ايام الكليه. وكنت بروح في الحفلات كنت بروح في الحفله مثلا تبع الكورال عندنا في المطرانيه في جرجه، كنت مثلا بقول قصيده او اتنين وكده يعني. بس لا الناس فعلا شجعوني يعني. طب نسمع قصيده؟ خلاص اوكي تمام. القصيده جاهزه، نسمع القصيده. انا السجين جوه نفسي، انا اللي معايا مفتاح حبسي، مربوط جوايا وساكت، مش عاوز حتى افتكر اسمي. عملت من نفسي سجن، عايش جوه ضعفي واسري، كل ما اتقوى لضعفي احن وعلى سجني اجري. مسجون وابليسي السجان قتلني وغير كياني كإنسان، حولني أسير بعد ما كنت أمير، مت وبقيت ضعيف جبان. أخدت ضعفي هواية، سكنت إبليس جوايا، وديته مفاتيح عمري ويكتب على مزاجه الحكاية. حكاية مسجون خسر نفسه، خسرها لما هانت عليه، يبيعها ويقتل ضي شمسه ويقيد ايديه ورجليه. حب للخطية كتب عليا، كتب عليا اعيش جوا سجن شهوتي، واشوف عذاب يسوع بعينيا ولا حتى تنزل لمعتي. بقيت عايش في سجني مزلول، مش قادر اخرج ولا اقدر اقول واتكلم على نار شوقي، للحرية والمس بإيدي النور. وصوت إبليس في ضحكه بيزيد لما يشوفني مربوط بإيد، نساني طعم الحلاوة، ولما فوق يكسرني من جديد. كل رسالة بتوصلي بحسها من يسوع، قلبي ندمان وباكي بالدموع، بس الدموع مش كافية تقويني، أصل ضعفي كلامه مسموع. كل رسالة كان بيقول لي فيها ارجع، تعال تعال يا ابني والكلام اسمع، امسك ايديا وقدم لي قلبك، تعال تعال في حضني، ده انا ربك. يا رب انا نفسي ارجع لك، نفسي اكون معاك واسمع لك، بس ضعفي اقوى مني، ضعفي يا ربي مقيدني. كل ما نمنى اتغير واكون انسان جديد، احن وفكرتي تتغير وحلاوة الخطية في عينيا تزيد. نفسي اصرخ لك يا يسوع واقدم لك قلبي الموجوع، نفسي اكون قوي واخد قرار من غير رجوع. الضلمة جوايا زادت وحياتي بضعف ماتت، يا رب انا بجد تعبت وحياتي اليأس جوايا سادت. زاد عليا حسابي واتملت الفاتوره، ضيعت شبابي وبقيت فعلا القصيده بيبقى ليها جو تاني خالص بالموسيقى والاداء. كرولوس، دور الاسره بقى، بابا وماما شجعوك ازاي؟ كان بيقولوا كويس. بس كده؟ لا هو احنا زي ما انت عارفه يعني، بص عامة الموهبه في مصر عامة مش في الصعيد بس ولا في اي حته، ما بتاكلش عيش زي ما بيقولوا يعني. ما فيش حد مقتنع اصلا بحاجه اسمها انا عندي موهبه يعني. مثلا لو واحد مثلا في ثانويه عامه بيروح يلعب جيم مثلا، او مثلا بيرسم، ممكن والدته تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ انت شوف لك كتاب افتحه وذاكره، مع ان الموهبه اساسا بتعمل توازن في المعدل النفسي في شخصيه الانسان. لكن اصلا زي ما انت عارفه في مصر مفيش اصلا تعليم، مفيش يعني ايه التذبذب النفسي. صحيح. لا بجد، لا بجد، لا اصلا خلينا
خلينا ايجابيين شويه يعني ندي امل. لا هو كان مصر في تحضر. لا هو طبعا مصر في فيها تعليم معسل. 15 ساعه سفر امبارح التحضر. معلش. طيب القصيده الثانيه الممنوع مرغوب. عايزين نسمع القصيده اللي انت قلت عليها عملت شو حلو قوي لما الناس ابتدت تسمعها وقالت ايوه برافو عليك كمل. اسمها ما بتنزل ما بتسمحليش ما بتسمحليش. عايزين نسمعها بس مش معاك دلوقتي حافظها. طيب لا قديمه ده من 2008. تمام. طب خلاص نسمع القصيده الثانيه. خلاص اوكي. الضغط زاد والكتمة كتمت، تفكير شمال وتماثيله اتنحتت، من بره شباب يهد جبال والعقل عيال لسه اتفطم. معذورين معذورين، اصل مش بايديهم العيب، ابرا ما يتحط عليهم، اصل العيال فتحوا عينيهم لقيوا مجتمع بيغنيهم. العيب العيب على اللي قال عيب، وسك بابك على بناتك، اكسر لها ضلع واكتم صوتها، دي البنت شوكة في الظهر طول حياتك. تفكير عايب ومسوس، العقل غايب ومهلوس، حرم الضحك للعيال، زرع فيهم همومة جبال. كبروا كبروا وعيشتهم محرومة، عالفيس بيدوروا عالشبع، بيحبوا بعض من نظرة لصورة، كله محروم كله اتفجع. شباب متعود ان البنت حرام، ما هو لازم ما هو لازم عليها ما يبطلش كلام، وكل تفكيره فيها شهواني، ولا عمره هيبص لها بصة احترام. لو ضحكت في شارع الكل باصص الكل سامع، والعين متابعة خطاوي بتقلب في القلب مواجع. زمن خاف وما تختشيش، في البنت ما تمشيش إلا ما تكره اليوم اللي تمنت فيه تعيش. أرجع وأقول مجتمع معيوب مشلول معصوم العين، الممنوع فيه مرغوب، واحفظ دول الكلمتين. ربي عيالك على الاحترام مش على كل حرام، ازرع جواهم الايمان ما تزرعش فيهم الحرمان. فجأة جت ايه قصدتي؟ يعني شاب يدافع عن المرأة في الوسط الشرقي، دي حاجة جميلة جدا. بس خلينا نقول كده الفكرة جات لك ازاي؟ زي ما انت عارفة انا اصلا شغال في شرم، فمقياس شرم والصعيد زي السماء والارض. يعني خالص مفيش فرق. في شرم عادي ممكن البنت تمشي عادي عادي خالص بأي لبس. في شرم انا في شرم من 2012، ف قعدت فترة كنت بنزل كل 4 شهور، فالعيشة هناك تختلف اختلاف تام عن العيشة في الصعيد او في القاهرة. يعني مثلا لما اجي انزل مثلا في الشارع مفيش حد يبص على حد، في شارع مفيش حد يبص على كل واحد في حاله. فعلا كل واحد طبعا قبل ما السياحة تتضرب يعني. كل واحد يمشي في حاله، محدش ليه دعوة بالتاني خالص. لكن تيجي تنزل في القاهرة وفي ايه ده ايه ده، بص ايه يا عم اللبسه ده، مش عارف ايه ده، استفزاز. يعني عارفه يعني قمه يعني مثلا لما تيجي مثلا تمشي مع حد تعرفيه والناس كلها تبص، يعني انا عن نفسي بتضايق. انا عن نفسي بتضايق. طب انت يعني ليه يعني تلفت الانظار يعني؟ ليه بس؟ فبتبقى محرجه. في بص انا عامه لما اجي اكتب قصيده عامه بتبدا بفكره زي الفكره دي، ممكن تبدا بمشكله في الواقع، بمشكله في الواقع. طبعا اللي بنسمعه في التلفزيون واللي بنشوفه في المترو ومش عارف ايه، وده اتحرش بده وده مش عارف عمل ايه مع ده، فكل ده بيعمل ضغط نفسي في اي واحد، مش انا بس، في اي واحد. فالفكره عامه بدات ببص صغير على الفيس، يعني تقريبا اول كلمتين في القصيده لقيت الناس معجبه بيها جدا، يعني لايكات كومنتات ومش عارف ايه. بس فقلت لا انا لازم اكتب فيها واكملها. بس كملتها وعملت سجلتها وكده. شايف ازاي نتخطى مشاكل المجتمع دي؟ تعليم
تعليم. تعليم اه، هو مفيش تعليم اصلا في البلد. هو ايه التعليم اللي في البلد؟ حفظ مش فهم. آه ولا حفظ ولا فهم. الواد يروح المدرسة عشان غياب، تمام، المدرس يضربه. ليه يضربه؟ علشان مش عارف عمل ايه، كتب على الحيطة، او مثلا ما سمعش الدرس كويس، حفظ زي ما بتقول، او مثلا ما خدش عنده درس، او مثلا ما جابلوش طبق البيض اللي مكلمه عليه من هو كده فعلا هو ده اللي بيحصل. او مثلا ضرب ابنه، المدرس ده مثلا ليه ابن في المدرسة فالطفل ده ضرب. فاصلا المدرسين، مش هقول كل المدرسين، حرام عليك، انا مدرسه على فكره، انت مدرسه احسن ناس. لا هو يعني ثلاث ارباع المدرسين، انت من الربع الكويس. طيب ربنا يخليك، شكرا. يعني مش مدرسين اصلا، رايحين علشان مجرد مرتب، مش عارف ايه البونص، الحوافز، الاجازه، مش عارف ايه ايه، مفيش تعليم. لما المدرس اصلا مش عارف يعني ايه منظومه التعليم. يعني مثلا انا هقول لك دلوقتي طفل راح المدرسه فاشتكى لابوه قال له المدرس ضربني، تمام، ممكن يكون فعلا المدرس على حق، لا ولي الامر يروح انت ليه تضرب ابني، لا ما تضربش ابني. طب افرض المدرس مثلا بيعلمه، هو اي نعم الضرب ممنوع في المدرسة، انت بتدافع عن المدرس مش لا انا، لا انا خلاص انا تخطيت مشكله المدرسين وبروح للاهالي. حتى لو المدرسه كويسه والبيت ما فيش تعليم ولا في البيت ولا في المدرسه، ما هي كل حاجه، ما هي بذره، تمام، بترميها في الارض تطرح شجره. فخلاص اصلا يعني الوالدين الاب والام دول متخرجين من نفس المدرسه، يعني عندهم نفس العاهه اللي هتيجي لابنهم، تمام، فواحد، فدي كلها شبكه زي ما بيقولوا شبكه عنكبوتيه، تمام، الطفل بينزل فيها بيقع بيتحبس بيبقى زيهم، مفيش مفر، تمام. انا يعني مؤمن جدا فعلا ان الطفل اللي ينشا في بيئه يعني ليها مبادئ معينة، طبعا. حتى في الاستهتار، في الدفاع عن الطفل بطريقة عكسية، يعني ممكن تأثر على شخصيته، ان انا اتعودت ان انا ماما تدافع عني وبابا يدافع عني حتى لو انا غلطان عشان انا ابنهم، صح، وفي فدي بتأثر في شخصيته ان هو مش عارف الصح من الغلط، وفي نفس الوقت حتى لو هو غلط انا صح، صح. وفي حاجة تاني، معاملة الطفل، يعني معايا انا، معايا ابن اختي، تمام، في تانية ابتدائي، انا مش عايز اقول لك مامته عامله ايه في المدرسه، لا لازم تذاكر ليله العيد، لازم يذاكر في العيد، لازم يذاكر، ده بكره وراه امتحان. انت ممكن بدل الرهبه اللي انت عاملاها للطفل ده، انت مثلا ممكن يعني ساعتين احسن من ان هو يذاكر كل يوم كل يوم كل يوم. طب ليه؟ ليه يذاكر كل يوم؟ انت ليه مخليه المذاكره بالنسبه له بعبع؟ هنا في مصر مخليين المذاكره ليه بعد ما يكون شيء يعني شيء لازم يتعمل، شيء شيء مقدس، يعني مثلا يقول لك بالظبط كده هناك لا، شيء فري، ان انا حابب اتعلم، حابب ادرس، حابب اقرا. فاعتقد ان الامور بتكون افضل ان الطفل بيمسك الكتاب وهو مش متعقد منه، بالعكس انا حابب اشوف فيه ايه. انا هقول لك على حاجه، معايا واحد صاحبي ايام الثانويه جاب مجموع كبير جدا، كان يدخله طب، بس صاحبي ده نقل كندا، عمل معادلة هناك ثانوية عامة ودخل هندسة طيران، ودلوقتي يعني بيقول محاضرات وانا بشوف صور على الفيس، انا الصراحة فرحان بيه وبتشرف بيه. بس قولي لي لو هنا اتخرج من كلية الطب هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ دكتور. ايوه دكتور بدور على ايوه دكتور واستحقاد. الوقت ضيق، تسمع اخر قصيدة؟ اخر حاجة انا احب احكي فيها ان هي القصيدة دي انا كاتبها من بدري، بس انا كاتبها اصلا عن الخدام في الكنيسة، تمام. احنا النهاردة كانت تأمل الخدمة، تمام. الخدام في الكنيسة ممكن مثلا واحد يقول لا ده غلط وده غلط، لدرجة ان هو مثلا ممكن يتعدى على الاب الكاهن، ممكن يتعدى على البابا ذات نفسه، خلاص هو وصل لمرحلة انا خادم ما ينفعش. فانا كأن الخادم دي وظيفه، يعني مثلا ايه يقول لك إيه؟ انت ازاي البابا يعمل كذا، ازاي ابونا مثلا يعمل كذا، انت مقصر في الخدمه، خلاص كرس نفسه ان هو ايه قاضي. فانا بقول في القصيده ايه، حسيت بالكمال وبحاكم الناس، بحاكم على الكلمه وكل احساس، ما جيبش اللوم عليا ابدا وشايف نفسي اغلى من الماس.
بجيب في سيرة فلان وألف عليه حكاوي، وهين علان واكتب فيه شكاوي، أظلم المظلوم وحكمه بجنايته، وأقتل القتيل وأمشي بجنازته، أدق بإيدي على المرافعة وأصدر حكم الإعدام على كل اللي خان وأرفع إيدي بالسلام. عملت نفسي حاكم وخلقت القوانين تحت بند الاسم خادم، ولازم أكون أمين. بس جميلة أوي. ماشي كورولوس فتحي، نورتنا النهاردة، وعارفة أن أنت يعني 15 ساعة عشان تجي لنا القاهرة هنا، بس ده نظرا للحوادث اللي حصلت امبارح. فنشكر ربنا ان انت بخير وجيت لنا بخير ونورتنا، واستمتعنا جدا بالقصايد معاك. شكرا كورولوس فتحي، مشاهدي قناة الطريق، الى اللقاء. اشهى من العسل، اشهى من العسل، اشهى من العسل، اشهى من العسل. وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي. فكان أشهى من العسل، 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 أشهى من العسل. وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي. فكان أشهى من العسل. في كتير طرق